مرحبا، معكم شيف ليلى فتح الله. هلا عم نحضر وصفه كتير مميزه، عم نعمل دجاجه بالكرانبري، برش البرتقال وكليل الجبل. عم بستعمل الدجاج الاسلامي، احلى ما فيه انه خالي من الهرمونات ومغذى باشياء طبيعيه وما فيه ولا اي اضافات عليه، ودائما خيار مثالي لاي يخنه او للشوي او للقلي. الزبدة عندي لازم تكون طرية بدرجة حرارة الغرفة، رح ضيف عليها ملعقة كبيرة من المركز أو المكثف تبع الخل البلسميك، إكليل الجبل، رح ضيف عليها أطيب شي بالحياة برش البرتقال، رشة ملح وفلفل أسود. هيك بتكون صارت الزبدة المنكهة عندي جاهزة. ببطء حتى ما نخزق على جلدة الصدر، شوي شوي منزيحها عن اللحم. حنقلها على الطبق الزجاجي اللي بدي اخبزها فيه بالفرن. حطيت بكعبه الكرانبري مع عواد الروزماري. رح اخذ البرتقال واعصرهم عليها، والقشره رح اتركها بالصينيه. طعمه الليمون كتير طيبه مع الدجاج. هلا رح اخذها على فرن حامي على 230 وبنخبزها تقريبا نص ساعه او 40 دقيقه. بنرجع بنوطي النار على 170-180 وبنتركها كمان وقت اضافي لنص ساعه 40 دقيقه لتكون صارت محمره وجاهزه. وهيك بنكون طلعنا الدجاجه بعد ما تحمرت بالفرن. استعملت مثل ما شفتوا الدجاج الاسلامي، 50 سنه خبره، شركه اماراتيه، من اجود المنتجات اللي ممكن تلاقوها بالسوق. بتمنى لكم صيام مقبول وافطار شهي. خبر صار لكل المقيمين بالامارات، عيدوا تطبيق الوصفه، اعملوا فولو لاكونت الاسلامي وتاج 5 اشخاص انتم بتعرفون حيرجعوا يعيدوا هيدي الوصفه لفرصه ربح ابل واتش 5. بتمنى لكم الحظ الوفير.